مشاهدينا النهاردة هيكون معانا مثال يحتذى به في مجال الإدارة التعليمية. النهاردة هيكون معانا أصغر مديرة مدرسة، يعني بجد أنا مش مصدقة إن هي مديرة مدرسة لحد دلوقتي. هيكون معانا دكتور سونتانا محمد. سوناتا سوناتا سوناتا، صباح الخير ونهارك سعيد. صباح النور، نهارك صباح سعيد. الخير، ازي حضرتك؟ ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. في البداية عايزين نتكلم مع حضرتك، يعني عايزين نتعرف أكتر عليكي، وعايزين نعرف أنت من إمتى بقيتي مديرة مدرسة؟ هو انا مديرة مدرسة من 6 سنين، من 6 سنين هي كمان. مدرسة دولية، فهي التجربة دي، الترند ده ممكن يحصل في المدارس الدولية. احنا اخدنا انه دايما مديرة المدرسة لازم تبقى ست ست كبيرة، كبيرة. وبقى لها حوالي 30 سنة، لا يقل عن 35 40 سنة في التعليم. انا حقيقة اتعلمت، يعني ابتديت المجال ده من بدري، ابتديته زي مدرسة، اشتغلت مدرسة، اشتغلت في كل حاجة في يعني المدارس. بقالك حوالي قد ايه كنت بتشتغلي في مجال التعليم؟ ما انا مش عايزة اقول سني لا بقى، ما تقوليش ايه ده؟ سنك، قولي بس بقالك قد ايه كنت في التعليم، بعدين بقيتي مديرة مدرسة. يعني بقالي حوالي 14 سنة 14 سنة بس. هي بس انت صغيرة، بس انا مش كنت بشتغل وانا في الجامعة. ممكن مش بتشتغلي انت في الجامعة، كنت بشتغل وانا بس هل كان حلمك وانت صغيرة ان انت تبقي مديرة مدرسة، ولا ده حصل بالتدريج تدرج وظيفي؟ والحقيقة هي جت بالصدفة. في الأول لما اشتغلت مدرسة، الإدارة في المدارس عجبتني أكتر، فاشتغلت مدرسة شوية، وبعدين دخلت في الاتش ار وفي الستودنت افيرز شوية كده، وبعدين بقيت فايس برينسبل، ومنها بقيت مديرة المدرسة. حبيته أكتر لما اتعلمته أكتر وبقيت ناجحة فيه. مديرة مدرسة دي حاجة مش سهلة، خالص. بتعملي ايه؟ ايه ما بعملوش؟ ما بتعمليش ايه؟ لا قوليلي بس بتعملي ايه؟ يعني انت يعني عشان تيجي هنا لازم تكوني مديرة مدرسة يعني قوية قوي وناجحة قوي، على بتعملي ايه عشان تنجحي وتوصلي للمكان اللي انت فيه دلوقتي؟ بصي، دايما عندي الباب مفتوح، البيرنتس اللي عايزين يتكلموا بيكلموا لي، وبيقدروا يوصلوا لي دايركت، يعني بالتليفون، كلهم تقريبا معاهم نمرة الموبايل بتاعتي. الطالبات عشان حاسين ان سنهم قريب من سني، وان احنا مش بعيد قوي عن بعض، بيقدروا يتكلموا براحتهم، بيقدروا يطلبوا اللي هم عايزينه، ناخد وندي، نتناقش مع بعض. المناقشة دي مهمة جدا، لان هم ما بيقتنعوش دايما بقرارات الاهالي وكلام الاهالي. في المدرسة بيبقى ليهم، تقدري تقولي، بيتنفسوا فيها أكتر، بيتكلموا براحتهم أكتر يعني في ثقة بينك وبين الأهل، ده سر نجاحك. جدا طبعا، وبين الطلبات جدا وبينك وبين جدا طلبات أصحابك. جدا. طب بتتعاملي معاهم زي ما بتتعاملي مع ولادك، ولا زي ما بتتعاملي مع أصحابك؟ بتتعاملي مع الولاد إزاي؟ بس يمكن انا اشد شويه على ولادي في البيت، لانه مش بيبقوا معايا في المدرسه، عشان ما يبقاش فيه طبعا أفضلية، فما ببقاش عارفة طول النهار هما بيعملوا ايه. بناتي في المدرسة انا متأكدة هما بيعملوا ايه طول النهار، من كتر الثقة فيهم وفي مدرسينهم وفي الإداريين اللي عندي، تقريبا ما فيش حاجة بنخبيها على بعض. حتى حياتهم الخاصة ببقى عارفة عنها كتير، يعني صاحبة كل البنات في المدرسة؟ معظمهم. معظم البنات. طيب دلوقتي عايزة أعرف إيه الصعوبات اللي يعني اللي بتواجهك في الإدارة؟ بصي، الصعوبات حاجتين، حاجات بتيجي من الاهالي ومن البيرنتس، ان هم ما بيبقوش الثقافه بتاعتهم هي نفس ثقافه المدرسه، سواء اكتر او اقل. يعني في ناس بتبقى ليهم ستايل معين، عايزين يربوا اولادهم بالطريقه دي، وعايزين يفرضوا ده على المدرسه. فأنا بحاول دايما انه البيت بيكمل المدرسه، والمدرسه بتكمل البيت، وده بيكون عن طريق المناقشه مع الاهالي. الصعوبة التانية طبعا الحاجات البيروقراطية بقى، اللي احنا مش مضطرين نمشي فيها، واحيانا بيكون حقيقة ملهاش هدف معين. دلوقتي في المدارس بنشوف ان يعني احنا بنبقى مربيين ولادنا كويس قوي، بيروحوا المدرسة بيختلطوا بالاولاد اللي حواليهم، فالاهل بيبقى عندهم مشكلة ان هم مش يعني ما بيقدروش يسيطروا يعني على الولاد، يعني في حاجات بتفلت منهم كده غصب عنهم. ده طبيعي. ده دور المدرسة بيجي هنا بقى، ان المدرسة فعلا لازم تبقى بس انا قلت لك المدرسه بتكمل البيت، والبيت بيكمل المدرسه. انت البنت او الولد بيقعدوا عندنا في المدرسه 8 ساعات، انت في البيت بتشوفيهم قد بيروح ايه؟ يقعد ساعتين وينام تاني. 4 5 ساعات بكتير قوي، منهم ساعه تلفزيون واكل وساعه مذاكره ولا حاجه، واللعب مع مامي او الكلام مع مامي وبابي دي ما يجيش ساعه. صح. فهم فعلا بيقعدوا عندنا اكتر،
ما تقدريش يعني صعب قوي قوي ان احنا نعمل ايفالويشن للاهالي بحيث ان ناخد كل مستوى ثقافي واجتماعي وفي نفس نوعية التفكير ده صعب جدا. بس اكيد لوحدك مش تقدري تعملي كل حاجه، انك تصاحبي كل الاولاد لوحدك. بتعملي ايه في المدرسه عشان تقدري تسيطري على بقى على كل الحاجات اللي بتشوفيها؟ انا عندي كرو هايل بيشتغل معايا، كل الاداريين والمدرسين تقريبا بيكملوا بعض، لان الطالبه منها للمدرسه على طول، المدرسين في ليهم هاتس بقى، سواء كان السوبرفايزرز بتاعت المواد او الدايركتورز بتاعت المراحل، ودول اللي بيلجأوا ليه. بس مع صغر سنك لازم تبقى شخصيتك يعني قياديه هايله عشان تقدري تعملي ده، ولا بتتابعي مع المدرسين والكروب بتاعك في الشغل ازاي؟ بس هو طبعا هو في وقت لازم تشدي فيه شويه، ووقت تاني لازم تصاحبي فيه، ومع الكورسز اللي اخدتها والماجستير والدكتوراه وكل الحاجات دي، كل حاجه لازم تتطرقي فيها، لانه في انه لا الليدرشيب ازاي تبقي قياديه وناجحه وفي نفس الوقت ما تبقيش حد الناس تخاف منه. الناس تبقى عامله لك بس حساب، بتعمل بس حساب بحيث ان هي وما تحبش تزعلك كمان. صح، حاجه مهمه جدا. طب مواصفات مدير المدرسه الناجح تقدري تقوليها لنا النهارده؟ لازم يكون قيادي كويس، لازم يكون فاهم شغله كويس قوي قوي، لازم يكون التعامل، فن التعامل مع الناس عنده كويس، يقدر يتكلم يأكسبرس براحته، يقدر يقف قدام الناس ويتكلم، ما بيتكسفش، في نفس الوقت يكون حد خلقيا واجتماعيا على مستوى عالي جدا. اخدتي كورسات كتير عشان تقدري توصلي انك تكوني مديره مدرسه، يعني غير التدرج اللي عملتيه انك كنتي مدرسه واشتغلتي في الاتش ار واشتغلتي في حاجات كتير، يعني اخدتي كورسات في طريقه التعامل مع الولاد وكورسات في الاداره، ولا عملتي ايه؟ احكي لنا. اخدت كورسات في الاداره، واخدت كورسات في الليدر في 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 الليدرشيب في المدارس، وكورسات خاصه بالمدارس، الماجستير بتاعي عملته على عملتي المدرسه. الدكتوراه كمان في ايه؟ الدكتوراه بتاعتي برضو في الكواليتي كنترول في التعليم. ده غير ان انا بشتغل مع 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 الهيئات اللي بتدي موافقات على المدارس، فبطلع اعمل معاهم، بنطلع ناخد الكونفرنسز بره، بنطلع ساعات نقيم مدارس، الحاجات دي كلها بتخليني اقدر ازاي اشوف مدرستي ايه الحاجات اللي فيها وحشه اقدر اصلحها وتطويرها. التطوير ده لازم يبقى شيء على طول اساسي وموجود. قبل الثوره وبعد الثوره قولي لي ايه الفرق في التعليم؟ تقريبا ولا حاجه، مفيش حاجه للاسف. بصي لسه خلي بالك انه لسه الثوره لسه ما عملتش نتيجه كتير. ما عملتش طبعا نتيجه، احنا لسه زي ما احنا. الـ الـ الوضع انه كل فتره بيبقى في رئاسات محدده للوزاره بتتغير، وبعدهم بيبقى مش واثق انه هيكمل، فما بيبقاش فيه قرارات يعني دايركتلي موجوده يعني، فلسه. بس احنا بنشوف في كل البرامج الانتخابيه دلوقتي او الاولويات بتبقى التعليم. طبعا هيقدروا يعملوا ايه؟ تفتكري هيبقى في تغيير؟ ايه التغيير اللي نفسك يحصل في التعليم؟ تطوير التعليم ده اهم حاجه، لانه انت لما بتخرجي ولد او بنت متعلمين كويس، متربيين ومتعلمين كويس، بعد كده بينجحوا في اي حاجه، ما هم دول اللي هيعلموا الجيل اللي بعدهم، وهم دول اللي هيدخلوا يشتغلوا في المصانع وفي المزارع وفي كل حته في الدنيا، ازاي هيشتغلوا وهم مش متعلمين كويس؟ احنا عندنا مشكله كمان ان التعليم اللي كان بايظ ده كله الناس حتى مش قادره تقدر تختار اللي يمثلها. الناس متعلمه بس مش عارفه تختار مين، يعني مش متعلمه التعليم الكافي ان حتى تبقى واثقه في اختيارها او تبقى. بس هو مش بس ده سببه التعليم، هو سببه كمان عدم الثقه زي ما انت قلتي، وعدم الثقه. وانت بتدي بروجرام حلو قوي 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 على انك لما هينتخبوك هتعملي ده وده وده وده، بس مين واثق ان الكلام ده فعلا هيحصل؟ فهي تجربة مرينا بيها وشيء جميل ان احنا نمر بيها دلوقتي، وكل حاجة ليها بداية يعني. طيب كلميني شوية، قوليلي يعني عايزة اعرف ايه اللي مش كويس يعني في التعليم، وايه اللي نفسك يحصل، نفسك يتعمل. يعني احنا طبعا ان في ناس كتير مش متعلمة عايزينهم يتعلموا، وفي حاجات كتير، وان احنا نزود الثقة والناس في اختياراتها. في ايه تاني ممكن نعمله عشان نوعية التعليم يتطور؟ التعليم نفسها، المناهج لازم تتطور اكتر من كده، لازم ناخد انه كل طالب وطالبة
ليها مجال بتبرع فيه اكتر يعني، ده لازم ناخده في اعتبارنا. ايوه الموهبه، ان احنا ننمي موهبه الطالب ده بيتهيألي بتزود ثقته في نفسه. لازم ناخد طبعا لازم ناخد ده في الاعتبارات. هو للاسف احنا لما بنيجي نحط المناهج بنحط مناهج بساعات، يعني انا لازم اخد قد ده في العربي وقد ده في الدين وقد ده في الانجليش وقد ده في الفرنش. لا، هو المفروض انه كمان بيبقى في وقت فليكسبل شويه للناس اللي عندها الفنون حلوه، مثلا ترسم، موسيقى، موسيقى، تغني، ايه المشكله؟ صح. طيب دلوقتي عايزة أعرف منك يعني الولاد اللي عندك في المدرسة، طبعا يعني انت مدرسة انترناشونال صح، طبعا بيعملوا الحاجات دي كلها. احنا بنتكلم على احنا عايزين تطور ده في التعليم العادي، انت عندك في المدرسة يعني ايه اللي انت تتمني ان هو يكون موجود؟ احنا طبعا تعليم انترناشونال يعني بيعمل حاجات زيادة عن التعليم العادي، بس انت نفسك في ايه في الانترناشنال كمان ان هو يزيد؟ انا نفسي انه اي مدرسه بتقدر تعمل حاجه تعملها من طالما حاجه دي بتعمل تطور للتعليم او تطور في المدرسه دي، تعملها من غير ما تحتاج ان هي تبقى تلف في السيركل بتاعه الموافقات والتراخيص واللي لازم تعمل دي، واللي احيانا فعلا بتبقى ظلمه للطلبه اكتر منها ظلم للمدرسه. كلميني عن اختيارك للمدرسين. صعب جدا. عايزه اقول لك يعني المدرسين اول حاجه طبعا انت بتشوفي انت عايزه مدرسين في المواد ايه، بتجيبي الكانديديتس اللي عندك كلهم، تشوفي هم متخرجين منين، المدارس بتاعتهم والجامعات، واحيانا بنبقى محتاجين اجانب برضو بنشوفهم متخرجين منين، مدارس وجامعات، وبعد كده بيعملوا انترفيو اول حاجه. ولو الانترفيو ده مشي كويس، الانترفيو ده بيكون على اساس السمات الشخصيه اكتر من حاجه تانية. بعدين بيعملوا زي درس نموذجي صغير، بنشوف هم بقى وقفتهم في الكلاس عامله ازاي، ازاي بيقدروا يعملوا ايفالويشن، كل الكلام ده، وبعدين بيدخل الفصول. مفيش كورسز مثلا بتتاخد الاول قبل ما ودين يدخل؟ بقى هم بيشتغلوا، وهم بيشتغلوا معانا لما بيبتدوا يشتغلوا احنا اول حاجه بنفضل هم تحت الاختبار لمده 3 شهور، ومن اول اسبوع بيبتدوا ياخدوا تريننج مع الوقت اللي بيدرسوا فيه. يعني كل تيتشر في الكلاس بتاعها يعني كل 3 شهور بتعمل لها اختبار تشوفيها لا، دي الايفالويشن طورت قد بتاعتنا دي ايه كل ولا شهر، الايفالويشن كل كل شهر؟ شهر، لكن هي بتبقى عارفه ان هي التعيين بتاعها ده لحد ال3 شهور الجايين ممكن تمشي لو هي ما اثبتتش كفاءتها. وكل اسبوع احنا لينا تريننج في كل المواد كل اسبوع، لانه لازم ينموا القدرات بتاعتهم، لازم يفكروا حتى بعضهم. اتكلمنا عن المدرسين. طيب دلوقتي الولاد قبل ما يدخلوا المدرسة طبعا بتعملي طبعا بيبقى لهم انترفيو، هم الانترفيو والبيرنتس بتوعهم لازم يكونوا متعلمين تعليم كويس، البيرنتس لازم يكونوا من سوشيال ستاندرد كويس، وبعدين بيعملوا بقى الحاجات الاكاديميك، ان هم بيعملوا الاختبارات بتاعتهم، لما بينجحوا فيها بنقدر نقبلهم. مشكلة دلوقتي في أغلب المدارس إن الولاد بقى في تفاوت بينهم في الثقافة بتاعت الأهل، يعني ممكن تلاقي مثلا يعني المدرسة الواحدة بتجمع كذا ثقافة وما بيبقوش متفقين، فأنت بتبقي مدخلة ولادك المدرسة مفروض إن هي كويسة، بتلاقي سلوك غريب بيدخل في الأطفال، بس هو ده بتعملي إيه بيحصل في المدارس الكبيرة أول حاجة، لأنه العدد بيبقى كتير قوي، فمش مش عارفين يظبطوا الموضوع، خصوصا لما عندهمش إداريين ومدرسين كفاية يساعدوهم. تاني حاجة إنه ما فيش بقى قيادات تقعد تراقب السلوك ده من الأطفال وتقول لهم إزاي يقوموا السلوك ده. أحيانا بتقدري تاخدي دول في المدرسة الواحدة، وبيبقوا أكتر من ثقافة، بس برضو بتقدري تعدلي الثقافات دي وتظبطيها ودين الحدود اللي انت عايزاها في مدرستك. الطفل تقريبا بيبتدي في المدرسة من الساعة 8 للساعة 2 ونص أو 3، ده كله بياخد الوقت ده في الدراسة، بيرجع البيت ما بيبقاش قادر خلاص ان هو يحتمل اي مذاكرة تانية. طيب قولنا نقدر نعمل ايه؟ يعني لازم تذاكري للطفل في البيت عشان تتأكدي من مستواه والمدرسة بتطلب ده، بس الأطفال خلاص بتبقى راجعة من المدرسة مش قادرة.